أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في العالم العربي في حلقة آخر الأسبوع من مشوار اليوم، وفيها نبيلة ربما لدينا حصة كبيرة من للشباب ربما والتكنولوجيا أيضا وفنون في وجه العنف. نعم، مساء الخير مشاهدينا، وللأطفال أيضا صفحة في مسك ختام الأسبوع، فكيف سيكون عامهم الدراسي الذي يطل على الأبواب؟ سؤال مهم بالتأكيد سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة. مشاهدينا نرحب بكم في جولة شيقة لن تخلو أبدا من المفاجآت، ولكن نبدأها بطلة على عناوين عواصم اليوم. بين لبنان وأمريكا شراكة مدنية لريادة الأعمال، وشهريار ومساحة حرة للسينما مفتوحة أمام محبي الفن السابع. مشاهدينا، أنا ميرنا غرزوزي أرحب بكم من بيروت. يوميات آباء تعبوا من تحمل مسؤولية الأبناء، والعرض حلقي وسيلة المصريين في مكافحة الروتين الحكومي. أنا أسامة يوسف، تابعوني من القاهرة. اعزف في بيتك مبادرة لتعليم الموسيقى للجميع، وفي اليوم الطبي تعرفوا على أطعمة تسعدكم وتهدئ أعصابكم. أنا إيمان حداد، تابعوني من القدس. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبيلة، عارفة مهنة العرض حلقي هي كلمة صعبة شوية، بس في مهنة اسمها كده، وفي ناس بتقول إنها بتعود حتى لزمن الفراعنة. نعم، وهذه المهنة موجودة يعني في دول عربية من غير يعني مصر مثلا، ولكن الاقتصاد اليوم حنشوفه بنكهة جديدة، نكهة سيلفي، ليس كذلك لبنى؟ نبيلة تحياتي ليك والباسل. نبيلة تحديدا اليوم وعلى غير العادة وفي ختام الأسبوع ستكون لي وقفة أو فقرة مشتركة مع فاتن، وهي فقرة اقتصادية فنية. إن شاء الله تكوني حابة الموضوع. طبعا على كلنا لبنى فقرتنا راح تكون بامتياز، فنية اقتصادية إبداعية تقنية، كل هدول التوليفات راح يكونوا مع بعض. وأكيد اليوم مثل ما بتعرفي دايما بنهاية الأسبوع حلقتنا بتكون مفعمة بالفن، إن كان من مصر يا باسل، إن كان من كوريا الأردنية اليوم كمان حتشوفوا معنا فن جدا مميز، ولكن البداية دايما معك ومع نبيلة. شكرا فاتن، واحنا مستنيين الفقرة اللي في آخر الحلقة بالتحديد، مستنيينها من دلوقتي، وبندعو مشاهدينا ان هم كمان يستنوها معنا. شكرا لبنى، شكرا فاتن. اما ايضا في محطتنا الرياضية مشاهدينا، فسنتوقف مع الدوري المصري وفاكهة الملاعب جمهوره. يمكن ايه اللي بيجذبك اكتر يا نبيلة؟ أنا لا أميل يعني لجمهور معين، ولكن أعشق الناس اللي بيتابعوا كرة القدم ويتابعوا أي رياضة وهم يعني بعيدين عن التطرف ولا التعصب. فعن التطرف طبعا يدور محور الملف الرئيسي في مستهل حلقة اليوم، ولكن ليس التطرف الكروي بل الفكري والعقائدي.